مرحبا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طبعا انا نزلت بوست قبل فترة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على صفحتي فيديو جي، وحكيت انه ما راح انزل اي محتوى بخصوص القناة او بخصوص الفيب على قناتي بالوقت الراهن اللي احنا فيه بخصوص كورونا او بالوضع اللي احنا فيه. ان شاء الله طبعا ربنا يبعد هالفيروس عنا وعنكم، لكن في بعض مواضيع بصراحة باللايفات وبال على المسنجر وعلى الانستغرام حتى على الاتصالات، في ناس دائما بيسألوني على مواضيع معينة ومواضيع كثيرة، أهمها موضوع تنظيف الميكانيكال وتنظيف الكويلات، وليش أنا بستخدم ميكانيكال، يعني شو أنت مستفيد من الميكانيكال، وليش تركت الريجوليتد، أو ليش أنت معتمد على الميكانيكال. فكثرة هاي الأسئلة خلتني بصراحة أني أنزل هذا الفيديو. أضف إلى ذلك أنه وإن شاء الله يكون كلامي غلط، يعني موضوع كورونا يبدو أنه مطول، يعني إذا قاعد شهرين ولا ثلاث ولا أربعة ولا خمسة هيك راح نهمل القناة ونتركها. فمشان هيك صورت لكم هذا الفيديو بخصوص تنظيف الكويلات وتنظيف جهاز الميكانيكال وليش أنا انتقلت لعالم الميكانيكال. خليكم معي. ابتداء بنحب نذكر بصفحتي على الفيسبوك v.g وأكاونتي على الانستغرام vapor.g مشان نكون على تواصل أكثر. نيجي ندخل بموضوع تنظيف الميكانيكال. تنظيف الميكانيكال الناس كتير بتسألني عنه، شو بدنا ننظف؟ ايش الاماكن اللي ننظفها بالميكانيكال؟ شو بدنا نستخدم؟ وليش بدنا ننظفه؟ ابتداء شباب كلياتنا بنعرف انه الميكانيكال مصنوع من تيوب او انه بوكس، بس يعني الاهم انه المادة الخام المصنوع منه الجهاز الميكانيكال او تيوب الميكانيكال نحاس او براس اللي هو نحاس وزنك، الومنيوم، ستيل، بغض النظر شو كان المعدن المصنوع منه، هذا المعدن قابل للتأكسد، يعني قابل انه يتوسخ. فالمشكلة اذا توسخ او تأكسد بصير في هناك ضعف بالضربة، ومرات بصير يعطيك ميس فاير، اي بمعنى انك تضرب ما بيعطيك توصيل. طب شو الحل لهذا الحكي؟ إن ننظف. لكن الميكانيكال كل الميكانيكال بالعالم منقسم لقسمين من ناحية الدهان أو التنظيف، إشي مدهون وإشي خام مش مدهون. المدهون ما بلزمنا ننظفه من برا لأنه بالنهاية هو مدهون. يعني شو بلزمنا؟ بلزمنا ننظف المسننات. وشو يعني مسننات؟ يعني أي إشي بتحرك جوا الميكانيكال، بمعنى أنا بقدر أفتح الفاير بوتن لتحت، هذا المسنن اللي هون اللي عمالي بيطلع من هون بشوفه هذا بده يتنظف. أضف إنه إلى ذلك كمان إنه المسنن الداخلي بده يتنظف، والمسنن اللي فوق بده يتنظف، الفاير بن اللي بيطلع بده يتنظف، بدك تفتحه ممكن تنظف ما فيش مشكلة من جوا كامل. لكن هدول أهم أشياء ممكن إحنا ننظفها. بدك تضيف كمان موضوع التانك، البرغي اللي نازل من التانك اللي هو الفايفتن، هذا كمان بده يتنظف لأنه لو كان متأكسد أو كان عليه تجمع من الليك والغبرة والوسخ وخلافه برضه راح يضعف الأداء. هذا الحكي بالنسبة للتنظيف شباب. هلأ جايين احنا شو بدنا نستعمل. خلينا نحكي هسا بموضوع الميكانيكال اللي هو الخام واللي انا بحبه اكثر، يعني بحب دائما انظف من برا الجهاز. هذا بده يتنظف كامل، بده يتنظف من برا مشان يعطيني الشكل الجمالي وعلى الاقل، ومشان ما يتأكسد ما يعطيني الريحة على الايدين، ريحة النحاس زي اللي ماسك قرش وبركض فيه وعرقان لونه اخضر. فالمفروض انه هذا ننظفه كل فترة وفترة. برضو المسننات الداخلية، المسنن اللي فوق اللي بيدخل فيه التانك، هاي الأمور لازم إحنا ندير بالنا عليها. كل قديش بدنا ننظف كل ما تشوفه توسخ. هلا من برا أنا مش كتير فرق عندي، يعني بصراحة صار لي أسبوعين أو ثلاث أسابيع مش منظفه من برا، ها ما في مشكلة، لكن بهمني من جوا. لو بالراية يعني مع السريع شريطة صغيرة مسكتها على المسننات وانتهينا. الفكرة في ناس بيسألوني ننظف الميكانيكال من جوا، من جوا التيوب يعني ننظفه؟ برضو مش مضطر إنك تنظف الميكانيكال من جوا، ممكن زيادة الخير خيرين، لكن مش راح يأثر على الأداء، مش راح يأثر على الأداء. نيجي نحكي شباب هسا بشو بدنا نستخدم. في كثير مواد مصنوعة لتنظيف النحاس أو البراس أو المعادن بشكل عام. في عندك مثلا زي المادة احنا عرفناها البلو ماجيك، في عندك مادة المذرز، في عندك مادة الكيب كود، في كثير مواد بتقدر تفوت على الأمازون تكتب ميتال بوليش، طوالي بيعطيك أنواع كريمات هائلة كلها بتنظف، فاهم؟ ما في مشكلة، لأنه في نقطة أساسية هسا بدنا نحكي فيها واحنا بننظف، راح ننظف لكم ميكانيكال أمامكم. في نقطة أساسية لازم تنتبهوا لها بعد التنظيف. طبعا هذا الحكي اذا كان موجود عندك، في ممكن احنا شبابنا في الاردن هون مش متوفر دائما عندهم المذرز، مش متوفر دائما عندهم البلو ماجيك او الكريمات هاي، فانت بامكانك انك تروح تجيب من محل مواد بنا كبير اللي هو البراسو. براسو كانوا زمان ايام الجيش يستعملوه ينظفوا الزرار وينظفوا القشاط القايش البراسو ماده سائله برضه بتنظف فيها المعدن وبيعطي لمعه، لكن ديمومه التنظيف تبعها او ديمومه النتيجه تبعتها مش زي المذرز والبلو ماجيك وخلافه.
ما عندك اي شيء من هدول بامكانك تستخدم الخل. انا مرات فعليا بنقطع من هذا الحكي، فشو بستخدم؟ بجيب مثلا هذا الميكانيكال صار وسخ كامل، بفكه كله، بفرطه عن بكرة ابي، بحطه في تبروير، تبروير تبع السلطة هذا ما غيره، بحطه وبحط عليه خل ابيض ومي، مو خل سك، خل ابيض ومي عشان ما يكونش تقيل كتير الخل على المعدن، بلاش يأثر على المعدن. خل ابيض ومي وبنقعه ليلة كاملة وبروح بنام، بصحى الصبح بشيله بشطفه بالمي وبالصابون وبنشفه مشان ريحة الخل، وبتطلع معي اموري بالسليم. ما راح يعطيك اللمعة اللي كانت على البلو ماجيك وهدول الكريمات الثانية، لكن على الاقل انت بتنظف الجهاز تبعك. خلينا هسه احنا سريعا ننتقل لتنظيف الميكانيكال بالمكتب هون وراي. طبعا في مواد كثير، في ادوات كثير، اسف، في شيء ممكن انك انت تركبه على الدريل مشان تشبك، هذا الحكي ممكن ننظف من برا مش حينظف من جوا شغلات معينه. طبعا هي موجوده، مش راح نشبك لكم الدريل هلا لانه هي قطعه معروفه من عند اي خراط، ممكن تحكي له بدي قطعه اولها بالسن هذا اللي هو محل ما يدخل التانك واخرها في الدريل، سهل انه يسوي لك اياها. تحط اولها في الدريل وبتحط تركب هذا عليه زي كانك بتركب اي تانك وبتلف. بس هذا الحكي ممكن هذا يفلت معك، واذا فلت معك وطار احتمال ينطعج معك اذا كانت الضربه قويه، وعلى الاقل راح يهتم لك في المنطقه الخارجيه بس مش راح يهتم مثلا بالفاير بتن اللي تحت ما له دخل فيها. فمشان هيك خلينا احنا بامور بدائيه ننظف الميكانيك ورانا، وبعدين راح نيجي نرجع ننظف كويل. وسخ عندي بصراحة يعني قديم، أنا مخليه للفيديو هذا لأن أنا بالوضع الطبيعي أنا كل يومين بغير القطن وبنظف الكويل، لكن هذا تحديدا مخلي لكم إياه، بدنا ننظفه مع بعض وشو الطريقة الأنسب للتنظيف وبعدين نحكي ليش انتقلت للميكانيكال. خليكم معي. مرحبا شباب، طبعا أكيد اختلف عليكم الصوت لأنه غيرت الميكروفون، فخلينا هسه احنا نبلش نشتغل هون. طبعا أنا في عندي اللي هو المذرز، طبعا المذرز اللي عندي كانت هي علبة كبيرة بتعرفوها لونها أحمر، لكن الفكرة إنها خلصت من عندي فهي ضلت البواقي. تمام، انا نقلها هون على علبة صغيرة. مذرز بيجي تقريبا زي الكريم، يعني اذا بتقدر تشوفوه من هون هو كريم، شغلة كريمية هيك. اوكي، هلا هاي القطعة اللي حكيت لكم عنها انا بتقدر تستخدمها على الدريل، في المصريين اخوانا بيحكوا له كأنه شنيور او اشي زي هيك. هل هاي بتنفك من هون عشان اورجيكم بس كيف الطريقة تبعتها وكيف طريقة شغلها. الجهة هاي بنحط بالدريل والجهة هاي بيركب فيها جهاز الميكانيكال، يعني انت لو اجيت استخدمت هيك انت خلص ركبت وهي بتكون ثابتة. بس هاي هي الفكرة، فهاي القطعة سهل جدا انه اي مخرطة تخرطها. هلا هاي لايش؟ هاي مشان انك انت في بعض تنكات براس او كوبر معدن فانت بدك تنظف التنك من برا، فهاي نفسها بتدخل في الدريل والتنك بيدخل هون وكأنه هذا مود او جهاز او ميكانيكال يعني، فانت بتدخل التنك وبتصير انك تنظف فيه. هاي مش شرط تكون موجودة، يعني بإمكاني أنا أنظف الميكانيكال بدونها، لكن إذا أنت كنت حاب تنظف يعني على الكامل وتكون صاحب مزاج عالي بالتنظيف تشتغل على هاي. خلينا هسا إحنا ننظف جهاز HK Skull من Complife. طبعا جهاز أنا كنت بذيب عليه قبل شوي فلسه البطارية موجودة فيه. هذا هو الجهاز زي ما أنتم شايفين، طبعا الجهاز ما بالمع، متأكسد من برا. شو بتلزمني؟ طبعا أنا رحت على محل مواد بنا هون، فأنا بستخدم دائما القطع هدول، هم مايكرو فايبر بسموهم، بتكون ناعمة للشريطة أو القطعة القماش بتكون هاي ناعمة ما بتأثر على جهاز الميكانيكال، لكن بإمكانك تستخدم قطعة قماش صغيرة يكونوا ما تكون خشنة، تكون ناعمة نوعا ما، ولو أنه هاي فيها فرزات لكن هي ناعمة. فهاي أنا بستخدمها للآخر بعد التنظيف بلما أصير أنشف فيها، وهاي للشغل الصح الدعك. طيب خلينا هسا إحنا نورجيكم كيف ممكن إحنا نشتغل. طبعا ممكن يلزمك فرشاة ستان قديمة على اساس فيما لو كان في اشي بالمسننات من هون او من هون او كذا، يعني بتساعدك. طيب هلا انا بدنا نحط شوي هيك صغيرة. طبعا طلع قديش انت بتحط هون قديش بكفيك، انت مستوعبين قديش كفة، قديش الكمية هاي كفت. لو انت بدك تيجي هسه تشتغل هون، يعني خلينا نتبع هون على الشكل، شوفوا هلا.
هلا هذا شوي متعب لانه في شايفين انتو الجهاز بمسك في القماش، فانا بدي اضطر يعني على الخفيف. تمام الوضع، شايفين السواد، هذا السواد انت ما بتكون ملاحظه، بس هذا نتيجة الأكسدة يعني، وانه المادة قاعدة بتشتغل مظبوط وقاعدة بتشيل بالأكسدة، بالتأكسد الموجود على الجهاز. هذا هيك اتنظف، بروح للقطعة الثانية، بإمكاني ان افرطها كلها من جوا، لكن مش بحاجة انا هلا حاليا، انا بهمني القطعة الداخلية هاي اللي هي الكوبر اللي بتطلع وبتنزل والمسننات. بلشت الامور تحلو معانا مظبوط. في بعض شغلات صغيره يعني، مثلا شغله صغيره زي هيك بتقدر انك تشيلها اذا بتحب تتمزج فيها، تكون شغله مزاجيه بالنسبه لك، اوكي ما في مشكله. هسا الاهم شباب من هيك، في شغله صغيره مهمه، الفاير بين هاد انا ما بحب انظفه 100% واعرضه للبلو ماجيك او المذرز. بحب بصراحه شغله انه الماوس باد اللي القطعه اللي بيتحرك عليها الماوس من الجهه الخلفيه، بتقدر انك انت تطلع البن وتكحته كحتين ثلاث فيها بيتنظف معك، لانه بحس انه بتاكسد بسرعه اذا حطينا عليه بلو ماجيك او مذرز او اي شيء ثاني من المواد هاي اللي هي بس قطعه الكوبر هذا اللي بحكي عنه، هو البن اللي بيطلع وبينزل. او بامكاني اني محايه اللي نصها ازرق نصها احمر اللي كانوا يقولونا بتمحي الحبر، هي ما كانتش تمحي الحبر، كانت تمزع الورق، بقدر كمان انه اشتغل فيها. تمام، انا هسه هون بدي اشتغل فيها بدون اي ماده يعني، بس هيك تلميعه خفيفه بدون اي ماده. هلا في شغله مهمه بعد هذا التنظيف، طبعا انا سريع سريع لانه انا لو تعرفوا القعده اللي انا قاعدها هسه بجوز تحزنوا علي، احتمال يجيني رباط صليبي. فالفكره انه بعد ما تنظف انت بالماده ما بزبط هيك تستخدم، ممكن يكون في بواقي مواد ظلت موجوده بالاسنان. فالفكره بدنا نروح هسه على المغسله، على الحنفيه، على حوض، ونبلش ننظفه بالمي والصابون وننشفه، بعدين نيجي نعم تعامل معه معاملة بيبي صغير. خلينا احنا نروح على المغسلة مع بعض وننظف مي ونرجع. يلا طبعا هاي الليفة انا اللي مستخدمها، بس طبعا ما بدنا ننظف من الجهة الخشنة، بدنا ننظف بالجهة الناعمة هاي، زائد اي شيء عندك صابون جلي شو مكان، طبعا هاي جين هسه مشان يشيل الفيروس، بس انه بالنهاية حتى لو دواء جلي بامكانك انك تشتغل في هذا الموضوع. خلينا نظبط الكاميرا شوي عندكم هون، نرفع لكم اياها، ثواني علي هيك. تمام حاليا طبعا احنا هون بدنا نحط شوي بالمي ومن الجهة الناعمة، تنظيف كامل شباب. هيك انا اموري بتدحى، هسه بننشف الجهاز بالمرحله الاخيره، نرجع نسولف مع بعض. يلا هون شباب احنا رجعنا، طبعا الجهاز بعد ما حممناه بالمي، طبعا هي في رغوه لسه ايدي هون، بننظفه اخر شيء بالشريطه اللي هي برضه مايكروفايبر او اي شريطه ناعمه تكون مشان التنشيف، ونتاكد شباب انه من جوا ما ضل مي، لانه بلاش تبهدل الدنيا مع البطاريات يعني. فبامكانك تجيب سشوار، معلش تمزحش، ممكن تجيب سشوار تنظف هذا الحكي اللي جوا المي، او انك تتركه ينشف او تنفخ فيه، او انك تحط لك شريطه بشكل زي ما انا بعمل زي هيك، تحشيها حشي للشريطه وتبلش تلف فيها، ممكن. طبعا ما ننسى القاعده تبعت التانك كيف ننظفها، انا دائما من بوز او زاويه الشريطه بحط شوي، وبعدين ببلش افرك فركه خفيفه هيك، بيطلع معي سواد هون بورجيني انه شغال الموضوع معانا. اهم اشي شباب نتأكد من موضوع انه من جوا ما ضل مي، بدناش نوقع في الخطأ. هيك انا يعني اموري بالسليم. يا سلام هيك اموري بتدحى. طيب ننظف القطعة الثانية، طبعا القطعة الثانية هسا انا محتاج اني افرطها، وهون المشكلة شباب بدكم تنتبهوا لهذا الموضوع، كثير ناس حكت معي وكسروا مغناطيسات، ولما بدك تفك شباب زي هيك شوي شوي ضلك كابس على الفاير بتن،
ضلك كابس فك 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 مشان ما يفرط معك، لأنه مغناطيس بكون قوي جدا بالتنافر محطوط، بدك تنتبه. أما إذا كان عندك زنبرك ما في مشكلة. هيك أنا بالنهاية فكيته، شوف كيف المي نزلت منه بزبطش بدها تضل، فإحنا بدنا نفك. يعني حتى شايفين في رغوة لسه، هي الرغوة هاي برضو أكيد مش لازم تضل، بدنا نحطها على جنب ونبلش هسه إحنا ننشف، نشيل المغناطيس الأول ونبعد المغناطيسات عن بعض شباب، لأنهم ممكن يلقطوا بعض، وإذا لقطوا بعض راح يتكسر واحد فيهم. راح نرن بعديها على أبو ورد. أبو ورد في عندك؟ لا والله ما عندي. طب شو نعمل أبو ورد؟ والله ماني عارف شو بدنا نسوي. فننظف كل شيء، ننظف الشقة هاي برضو فيها مغناطيس، إذا هاي نزل ننظفها، وننظفها من جوا الأهم كمان. أوكي خليني بس ننظف المي اللي هون، إحنا منظرها أزعجني. الفاير بن شباب بيتنظف كمان، مش بحاجة لتنظيف كثير كثير يعني، أنا شايفه. خلينا نطلع عليه هيك بالطريقة هاي، اقلب ولا أنا شايف إنه يعني وضعه طبيعي من عكس 100%. طيب نحطه هون، ننظف آخر مغناطيس هيك، يعني أنت خلص أمورك سليمة، تنظف كل شيء. فإحنا كيف بدنا نركب هلا؟ دائما نتعود يا شباب، نحط الفاير بن أول إشي، نحط مغناطيس واحد من المغناطيسات، نحط الفاير بن طبعا، نحط مغناطيس واحد من المغناطيسات بأي شكل إن كان ما فيش مشكلة على القاعدة السفلية. هلا بيجي دورها الثاني، كيف بدنا نسوي؟ بدنا نمسك هذا المغناطيس شباب، وهذا أهم نقطة، هون صار في تجاوب، إذا بدي أتركهم راح يسقطوا ببعض، فأنا بعكسها خلاص، بعرف إنه هذا هيك بده يركب هذا اللي فوق، فمعناها بنزل هذا وبحفظ هذا كيف أجا وبحطه هون، خلاص هيك أنا بالنسبة إلي نحط بالتنافر. التسكير شباب راح تكون بحركة سريعة، مش شوي شوي، لأنه ممكن برضه مغناطيس يقلب على السريع. هي هيك أنا بالنسبة إلي سكرت، بلف أتأكد إنه مسك أول سن، بعديها خلاص. يا ريت ما ينكسرش معنا مغناطيسات شباب، ما ضلش عندي مغناطيسات والله. هيك أنا أموري بالسليم شغال، وهيك تنظف الجهاز. طبعا خلينا هسه نروح ننتقل إحنا لتنظيف كويل، وبعدين نرجع لكم نحكي بالكل ونحكي ليش أنا انتقلت للميكانيكال. فخلي هذا وهذا على جنب، حاليا أنا بدي أنظف كويل. واخترت لكم طبعا تانك ديد رابت، كان عندي تانك ديد رابت اللي هو الون، طبعا عندي الون وعندي التو، اثنين باي ذا بحبهم يعني. فخلينا احنا نشوف الكويل مع بعض. هذا هو الكويل شباب، ان شاء الله تكونوا هيك واضحة عنكم، يعني ما اظن احكي لكم اكثر من هيك. خلينا اجيب الضوء، يعني الوسخ اللي فيه حلو، اللي هو الجنك بسموه جنك، اللي هي سكريات اسمها جنك. خلينا هسه احنا نشتغل في شو بدنا نسوي وشو بدنا نعمل. حاليا بدنا نروح على نرجع على الحوض اللي هو المغسلة عشان نشتغل فيه، ونرد نرجع لكم. تعبكم معاي بس مش مشكلة. هون شباب احنا انتقلنا مشان ننظف، طبعا راح ننظف كل شيء هون احنا بالمي قبل ما نحمي شباب، ورجاء نتأكد من الموضوع قبل ما نحمي ننظف بالمي، حتى لو بدكش تغير فليفر يعني او تغير جوسك، الافضل انه لما بدك تغير قطنك توصله بشكل هيك مشان دير بالك على الكويل اكتر يعني. فخلينا احنا بنشيل القطن وهو موجود يعني تحت المي، سهلة شوي شوي. ومش دائما بعمل الحركة هاي، انا لما بدي اشوف ان الكويل فعليا يتوسخ مزبوط. الوضع الطبيعي شباب ما نوصل لهاي المرحلة، كل ما تغير قطن، اذا حميت الكويل ما راح توصل لهاي المرحلة، واذا كان تغيير قطنك كل يومين تقريبا مش كل 6 اشهر. فخلينا احنا هسه نرجع بعد ما غسلنا نسولف. هون رجعنا شباب، طبعا الكويل طبعا هيو، خلينا اجيب الاضاءة هون احسن لي. هاي الكويل طبعا شباب، طبعا بدنا ننشفه ابتداءا من جوا من برا عادي لو نفخنا فيه مشان نشيل المي. سكراتش خفيف، ملقط سيراميك، ما عندك ملقط سيراميك بلا منه مش مشكلة، ملقط العادي بس من جهة تانية. لكن بدكم تفهموا شغلة شباب، إذا بدكم تنظفوه بمعدن أو تعملوا سكراتشنج بمعدن، بدك تنتبه إنه مشان ما تجرح، كونه إيليان شباب، هذا إيليان، ففي كور خارجي
ما بدنا نجرحه نقطع السلك الخارجي، فبدنا على الخفيف على الخفيف نمشي الامور. يعني انا هسه بدي اسوي لك كم معدن، مش حتلاقي ريفيور بشغل الحكي هذا يعني. بس خلص تلاقي معدن على الخفيف على الخفيف. بامكانك تعمل فرشايه اللي هي المعدن كمان بنفس الشيء معدن، بس برضو على الخفيف، ما بدنا نجرح السلك الخارجي. هون تقريبا بلشت الامور تحلو. اوكي هاي مره ثانيه نتاكد من التوهج، توهجي سليم. طبعا لما بدي اعمل سكراتشنج بشيء معدن شباب بدنا نشيل ايدنا عن الفاير. بالسيراميك ما في مشكله، ضلك عامل فاير واعمل هيك مش موصل، لكن هون موصل فبدك تنتبه. انا مستخدم طبعا قطن فلاش ويك، انا ما اخذ قطعه كبيره بس يعني، فاحنا بدنا نضطر انه ناخذ قطعه صغيره. هيك شباب أمورنا بالسليم. خلينا هسا احنا نرجع معاكم ونسولف شوي عن التنظيفات والأمور الجدلية وبنسولف مع بعض. يلا هيك رجعت لكم شباب. طبعا أنا صار لي تقريبا نص ساعة بصور وبالآخر اكتشفت أنه الميكروفون مطفي، فعدت مرة تانية وهنا بعيد معكم مرة تانية. هيك احنا خلصنا شباب تنظيف الكويل، تنظيف الميكانيكال، خلصنا الامور هاي. طبعا بدنا ننتبه موضوع تنظيف الكويل، اهم شيء يكون معك انت ملقط سيراميك، ممكن لو معكاش بملقط عادي او بشغله معدنيه، لكن بتمنى تكون على الخفيف مشان اذا كنت مستخدم فعليا ايليان كلابتون في سلك خارجي ما بدنا ينجرح، ما بدنا يتقطع معك، على الخفيف وممكن بدونها كمان. لكن اهم شيء موضوع الهوت ديبنج، انك تحمي وتحطه في مي، هاي بلا منها، لانه كل الابحاث وكل الدراسات بتقول انه اي معدن انت بدك تتخلص منه او تفقد من خصائصه او تفقد من صلابته، عرضه للحرارة العالية ومن ثم حط عليه اشي بارد راح يفقد من خصائصه. وهذا بالنهاية كله سلك نايكروم نيكل كروم 80-20، فاحنا ما بدنا انه نعرضه لهيك حرارة ورأسا نحطه في مي باردة. بامكانك تحطه بمي قبل التحماي او بعد التحماي لما يكون بارد فقط لا غير. وهينا احنا نظفناه وامورنا بالسليم. هذا موضوع تنظيف الكويل. طبعا احنا ليش نوصل لمرحلة انه الكويل يصير كتير وسخ؟ هو كل يومين لما بدك تغير قطن حمي ورجع، مش حيتوسخ معك لمدة شهر. وفعليا يعني العمر الأقصى للكويل شهر شهر ونص كفايته خلص، يعني هو بالنهاية مش للسبق يعني بتحطش على كتفك وتركض فيه بالشارع، خلص كفاية يعني. هلا موضوع التنظيف اللي هو الجهاز الميكانيكال. الجهاز الميكانيكال شباب زي ما حكينا أهم نقطة فيها، بعد أي استخدام لأي إشي بدك إياه لازم تنظفه بمي، تشطفه بمي والصابون وتتأكد بعديها إنه نشف مشان ما يتجمع اللي هي المواد اللي أنت مستخدمتها للتلميع بين الأسنان، ويصير يعمل كمان على عزل زيها زي أي أكسدة يعني. فبدنا نخلص من هذا الموضوع. هاي هي فقط لغير بالنسبة شباب لموضوع تنظيف الميكانيكال أو تنظيف الكويل. طبعا في ناس بيسألوني أنظف الميكانيكال من جوا، مش مضطر يعني، ممكن زيادة الخير خيرين لكن مش مضطر يعني. ليش أنا انتقلت الميكانيكال؟ أنا ما انتقلت الميكانيكال، هو فعليا أنا عندي أجهزة ريجوليتد، ومن ضمنها اللي بتعرفوه اللي هو الماد مودر اللي هو اللي عليه 250 سي كلر. انتقلت أول إشي أنا بصراحة صار لي تقريبا سنتين ونص بنتقل أو انتقلت لموضوع الميكانيكال، لسبب رئيسي كثرة الأعطال اللي بتصير في أجهزة الريجليتد حتى لو كانت أجهزة دي أن إيه. بالنهاية هذا بورد معرض أنه يخرب بأي طريقة، يعني أجهزة الدي أن إيه اللي هي المفروض
او اللي تملك شريحه دي ان اي مفروض انه اكثر شريحه ذكيه في العالم، ومع هيك الشاشه بتخرب مرات، بصير عليها سواد، معرض يعني. الميكانيكا ما في منه هذا الحكي، الميكانيكا ما بيخرب الا اذا وقع منك من طابق خامس وانطعج، او انه المغناطيس ينكسر، وهيك انت ممكن تعوض عنه بزنبرك وتمشي امورك. غير هيك ما في شيء اسمه يخرب. بس فالفكره انه كثره الاعطال باجهزه الريجليتد، لكن ما بقدر استغني عن الجهاز الريجليتد، بدي اقرا مقاومه، بدي احمي عليه مرات بعض شغلات، بدي اشتغل عليه، احط عليه. طبعا انا هذا لانه كبير جايبه، فانا بحب بحط عليه اللي هي التنكات الكبيره، سكوتوا والشغلات هاي الكبيره، بتطلع احلى على الماد مودر او الاجهزه الكبيره. انتقلت الميكانيكا للشباب، الشغل الثاني مشان مسكته، مسكت الميكانيكا الصغيره سلسه في الايد، ما في مشكله فيها يعني، معبي ايدك يعني بالنهايه، مش انه جهاز وماخذه على الدوام يعني، هذا ما بقدرش اطلع فيه دائما برا، او حتى جهاز ريجليت الضخم، فخلص انا بالنسبه لي كفايه هيك، تمام اموري. بس بدك تضحي في موضوع البطاريات، اي شخص مستخدم للميكانيكا بده يكون عنده بطاريات كويسه يعني، وكل 3 اشهر لاربع اشهر خلص كفايه، البطاريه بدها تتغير. بامكانها تشتغل على الريجليتد باي ذا واي، مش للكب يعني، بس المفروض خلص انا تعبت، لانك بتعطيها اقصى طاقه لها هون وبترد بتشحنها، اقصى طاقه وبترد بتشحنها وخلافه. فمسكت الميكانيكا اللي حبيتها، موضوع التنظيف للميكانيكا اللي حبيتها يعني، انه كيف الواحد بيدير باله على سيارته، بحب ينظف ويمزج حاله كل يوم جمعه بعد الصلاه، فشغله التنظيف شغله حلوه كمان يعني. خليني بالله اضرب هذا اللي نظفته اليوم، يا زلمة التركيش كيك باي ذا واي هو الوحيد اللي بحبه من جوسات الامتيركو هاي اللي هي تركيش كيك. هذا شباب بالنسبة لموضوع انه ليش انا انتقلت للميكانيكال. طبعا مؤخرا انتقلت لموضوع السيريز اللي هو الميكانيكال ذو البطاريتين، او الذي يحمل البطاريتين، تو باتريز السيريز الستاك او كان سايد، لانه صرت احب بدي انزل بالمقاومة شوي، اخذ باور اعلى، لانه 0.09 وما راح مش مكفيني على السنجل، حتى على بطارية 30 تي، فانا ما بدي انزل في اللود كتير، فمشان هيك انتقلت للسيريز. ويخوفي اروح للتريبل، طبعا صديقنا انور العراقي عنده جهاز تريبل اللي هو سكندريل، مش حسد بس ضيقة عين يعني، سكندريل رائع جدا، غالي جدا بس كتير رائع، 3 بطاريات استخدمناهم، بس الفكرة انه بدك تعلى كتير في المقاومة، تحصل تحط 0.75 0.8 راح تبعد شوي عن الكويلات الحلوة والإيليان اللذيذة. فخلينا هلا على السيريز مبسوطين سواء كان ستاك أو سايد. فبرضو السايد أو السيريز بشكل عام طويل، ما بقدر أنه أطلع فيه بالشارع وأخذ راحتي وأنا ماشي فيه بالسوق وكذا، فمعتمد دائما على جهاز صغير سواء كان زي الاتشكيسكال أي شغلة تانية بيرج يعني، هاي الانفورسر كمان، الانفورسر ماشي كمان، ماشي أموره صغير يعني، بإمكانك تستخدم. طبعا هذا هيك من يعتبر من التنك أو من الأجهزة الضخمة يعني وهيك. فالفكرة انه هاي هي كل الفكرة ليش انا انتقلت لأجهزة الميكانيكال وبعدت شوي عن أجهزة الريجوليتد، مع انه ما استغنيت عنها وموجودة عندي أجهزة الريجوليتد، وبقدر استخدم كمان تانك MTL على ميكانيكال، بقدر استخدم تانك MTL على ريجوليتد، وعندي تانكات MTL مرات انه الواحد يعني بقدر او بتضطر لها، بكون باجتماع بشغلة قاعة مغلقة ما بدك تطلعها الكلاود، فبتستخدم تانك MTL. هاي هي شباب بدهاش دراسة تانية، فبس هذا هو اللي حبينا نطلع نحكي مع بعض شغلة خفيفة لذيذة، وان شاء الله موضوع كورونا ما يطول، وربنا يشيل عن هالفيروس وهالغم اللي علينا وعليكم يا رب، ويحمينا ويحميكم، وكل عام وانتم بألف خير مرة تانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. خليكم بالبيت تطلعوش، خليكم بالبيت تطلعوش، بالله عليكم زهقنا زهقنا واحنا في البيوت. ومرة تانية شباب استنوني بفيديوهات تانية، شايروا لنا هالقناة، تخلي الناس تتفاعل معنا ونتفاعل معها، ودائما خلوكم معي على اللايف، كل يوم يومين بالحظر بنعمل لايف احنا على الفيسبوك على اكاونتي v.g. يعطيكم ألف عافية، كان معكم بورد، حياكم الله.